أكد عضو الهيئة السياسية لتجمع القوى المدنية الوطنية محمود العقالي في تصريح لبرنامج المشهد الأخير أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستطيع تغيير واقع المشهد السياسي لتعرضه لضغوط سياسية، مضيفا أنه لم يأتي ببرنامج واقعي يخدم المواطن. حكومة السيد عادل عبد المهدي وما رافقها، السيد عادل عبد المهدي حصل على دعم لم يحصل عليه رئيس وزراء سابق. أولا دعم جماهيري ودعم من المرجعية ودعم دولي، وتوفرت فرص كبيرة للسيد عادل عبد المهدي، كان من الممكن أن يرسم تاريخه من ذهب في التاريخ السجل العراقي. نعم. عادل عبد المهدي مرور سنة حقيقة لم يخرج من إطار المحاصصة وحقيقة من الضغوطات السياسية اللي موجودة، وكان من الممكن يستثمر بداية حكومته باختيار التكنوقراط والكفاءات وتنفيذ برنامج اللي وعد به على أساس خدمة المواطن وتوفير الكهرباء وتوفير المستلزمات اللي يحتاجها المواطن. ولكن السيد عادل عبد المهدي حكومته ضعيفة وهو ضعيف، والدليل لحد أيام قليلة الحكومة لم تكتمل، ولحد الآن وزارة التربية فارغة. عادل عبد المهدي لم يأتي ببرنامج واقعي ولم يأتي بشخوص أكفاء قادرين على النهوض بالواقع الخدمي اللي طالب المواطن.